هي ساقية كغيرها من السواقي، لا يجري فيها سوى الجفاف. في شباط كان من المفترض أن تطوف السواقي وتتفجر الينابيع بعد ارتواء الأرض، لكن هذه السنة ليست كغيرها من السنين، فالشتاء لم يأخذ من اسمه سوى الاسم، وفي الواقع إنه صيف. فنسبة المتساقطات بلغت حتى الآن 15% من المعدل العام، ولكن بعض المزارعين الذين يعتمدون على حسابات القمر لديهم حساباتهم. القمر له 4 مفاصيل، ببلش بواحد شهر هيدي هلة القمر، للسنة أيام بضلوا هلة القمر هاو مستهل للسنة أيام، من الربع الثاني ببلش من 8 وطلوع لل 15. كيف بصير الشتي فيهم هودي؟ هلا إذا بلش على هلة القمر زي ما تشوف كم ريج عياني بتضل السنة أيام شتي. طيب حساباتكم هلا شو بتقول؟ هلا حسابات بتقول إنه مستعرضات جاي شتي. مستعرضات هلا بدنا نبلش المستعرضات بعد يومين 26 27 28 و4 من أذار. هلا قديش بتكون لعياني يومين ثلاثة ما بقدر أقول لك، بس بنعرف إنه في شتي. السنة عاطلة جدا. ليه؟ لأنه إجا هالأشهر اللي بيتكلوا عليهم بأيام الشتي راحوا ماتوا يعني. هلا في الامل باذار وبنسين. شو في باذار؟ يعني معقول انه يجي الشتي يعني احسن من احسن من الايام هاي. ليش؟ بناء على شو؟ بناء لانه وقت الايام هاي بتكتم بتشتي بالربيع. زهر اللوز الذي انتظره شادي في اغنيه فيروز اتى مبكرا في شباط وليس في نيسان، وفي ظل شح الامطار هناك مخاطر منتظره. بالايام هاي بيجي برد كثير، وكون زهر الشجرية بكير بتنضر أكيد المواسم بتروح. إذا بيجي برد بنضر، إذا بيجي تلج بنضر، وإذا ما صار شيء ما بيطلع نبع، الناس بتشرب. تأس مثل هالبشرية، الأرض فسدت، البشرية فسدت، التأس لحقهم. اليوم بالحياة بتكونين في حياة بيطلع، عم تطلع الحية مثل هونيك من هالسود. ضار بفلكية، شو الشيء من الله، ما في شيء. طيب شو أضرارها على المزروعات؟ على كل شيء. على كل شيء وعلى العالم والكل اكثر، فيش ينابيع ما فيش. اهو الجفاف ام التصحر ام غضب الطبيعه ام تغير مناخي بعد قذف الشمس لشهب يفوق طول الارض ب20 مره قلب الشتاء صيفا.